السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم كم مدة قلي البطاطس. هذا السؤال الذي يأتيني مرارا وتكرارا من العديد من الإخوة. أعزائي، كما نعلم سوف أوضح لكم المدة وأوضح لكم طريقة مريبة وجميلة جدا لقلي البطاطس. نقوم بوضع البطاطس في صينية مع زيت الزيتون وزيت الذرة، ثم نقوم بإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم والباربيكيا والتقليب جيدا، ونضع البطاطس في صينية، ومن ثم نقوم بتحضير مقدار الزيت، ومن ثم نقوم بالقلي على درجة متوسطة والتي يحتاج تقريبا لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى نحصل على الاستواء اللازم. وبالتالي إلى اللقاء، وأتمنى أنكم حصلتم على المعلومة اللازمة.